احنا بس اعطي هذا بعدين اجيبكم. ابشر اي بس لا تروحون. ما شاء الله. ايوه سدر ملكي. سدر ايش؟ ملكي. لكن بشرط حله في الفم 8 ثواني ثم ابلعه. بسم الله نبدا باليمين. حي الله القوات كلهم. الله يسمن عليكم. حيا الله لنا شرف بخدمتكم. اللي يبغى يتواصل معنا ولا شيء الله يحييه 0557 80 90 60. الله يحييكم ويحيي الزبائن. وبعدين اعطيكم خلاصه يا استاذي. تفضل. اعطيك انت او غيرك داخل المملكه او خارج المملكه اي زبون اعطيه من شيء تبرأ به الذمه. هذا اهم شيء عندي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ناخذ بس احنا ماشيين. انا عارف انك بتحط جوله لا شغل ولا ندق لو غلقت. لكن ان شاء الله سدره رقم واحد. باقي في البيت حاجه بسيطه. اللي يبغى منها نعطيه ان شاء الله. شوفها. هذا كم الكيلو حقه هذا؟ هذا الكيلو حقه 400 ريال. بعدين شوف ما ينقطع. شوف ما ينقطع العسل الاساس ما ينقطع.